لو الحكايه فيها ان فيتو يصدر القرار وهنبلغكم بيه. استاذ نضال، حضرتك موضوع السن، هل في تلاعب في السن؟ احنا طالبين بعض المستندات من جهات عديده كلها تتعلق باماكن من الممكن ان يكون فيها السن الحقيقي للمتهم، خاصه انه استبان بان لهذا المتهم اخ توأم. تمام. فاحنا طلبنا طلبات النهارده، وان شاء الله في تحقيق هذه الطلبات بناء على المستندات اللي هنطلعها هنقطع في هذا الامر.